الان يعصب فولر وبدات الحقيقه يعني الكلمات تطلع منه قويه جدا على اساس خلاص هو يلعب في الوقت بدل الضايع. الثلاث نقاط هذه المباراه تضعها في بر الامان وخطره وحطها وجول جول. هدف التعادل لمصلحه المنتخب الايرلندي في الوقت بدل الضايع. هنا ايرلندا تتعادل في الوقت بدل الضايع وينجح ماك ماكارثي بعد ما ضغط على مرمى المنتخب الالماني من انه هو يستثمر الوقت بدل الضايع بهدف التعادل لايرلندا على حساب المانيا مثل ما حصل في بطوله اوروبا للانديه الابطال عندما قلب ايضا مانشستر يونايتد خسرت امام بايرن ميونخ بهدف الى فوز بهدفين لهدف. هنا ايضا المنتخب الايرلندي هو الاخر ايضا يحول الفوز الى التعادل عن طريق روبي كين في الوقت بدل الضايع لزمن المباراه. روبي كين كلمة روبي كين كانت قوية في الوقت بدل الضايع لايرلندا. وشوف الفرحة شوف فرحة المدرب السيد ماك ماكارثي ما هو مصدق نفسه ابدا ان فريقه سجل هدف التعادل. وهذا هو ايضا روبي كين يعمل الشقرة بنفس الشيء مثل ما سواها كلاسه وواحد واحد 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 فعلا يعني ظلوا مأملين كثير اللي هم الايرلنديين وراهنوا على الوقت المتبقي من زمن المباراة ونجحوا في هذا الرهان والتعادل الان واحد واحد. كرة اللعب هذا هو اتزيجا اتزيجا يلعب العرضية اللعب قدام الجون من حارس المرمى رودي فولر زود من لعيبة نص